يلا سيدنا طلقوا الريت. طاليس بنو فاليس بنو فاليس طاليس بنو فاليس أنا إنسان قاري وفاهم قاري وفاهم ومقشب مع بنادم واشنو كيجيب غير الخبار لجميع البشر باغي غير الكوميك باغي غير الكوميك غير الكوميك الكوميك الله يخليك نشطو ضحكو معانا هادي زوي عام زيانة مرحبا العباس حبسوا المرقة كوبي لا صوص كوبي لا صوص في رأي طاليس بنو فاليس الخمسة ديال العشية موجز الأخبار طاليس ما كيبغيش يسلم عليا طاليس مرحبا بك عافاك عافاك ما تردنيش خائب نعيدو ما المعقول مستمعينا مستمعاتنا أهلا وسهلا بكم في موجز الأخبار الساخنة بكازا فواياجور تعطل التران مساء أمس على المسافرين الذين كانوا متجهين نحو مدينة الرباط إذ عندما قطع المسافرون التيكيت وجدوا فيه أن التران سيجيء مع الساعة الخامسة ولحقت الخامسة ولم يجئ القطار الذي حسب سائقه وقع له أمطان اتفشت له العجلة الخلفية وقام بإصلاحها عاد شد الطريق ولما لحق إلى المحطة وجد المسافرين شدوا الطريق بأرجلهم إلى مدينة الرباط تعلن سبيطارات المخزن إلى جميع الماردين والماردات والمجروحين والمجروحات والمفدوعين والمفدوعات الراغبين في القيام بعملية تخييط جرح ما أن يجيبوا معهم الخيط الذي سيخيطون به وذلك راجع إلى نفاد الخيط من جميع السبيطارات هذا وتهيب الوزارة بجميع المواطنين إلى الإتيان بالخيط والإبرة مع اختيار لون الخيط ونوعيته حتى تجيء الخياطة مناسبة للجرح ذكر شهود عيان أن سمك القرش الذي يعيش نواحي طماريس قد عربط على العوامين الذين جاءوا من أجل التبرد وذلك بسبب عدم تركه يدير قيلولته في خاطره إذ أكثر عليه الزوار الضحك والقهقه والصداع فاضطرت المصالح المختصة إلى التدخل ومن بينها العميد سمك الجدارمي وسمك أبو سيف إلا أن تدخلاتهم باءت بالفشل حيث تعرضوا إلى عملية النهش والفرتة من طرف سمك القرش الذي كان مفوتا حيث اضطر الزوار إلى رميه بالحجارة من كل حدب وصوب مما جعل سمك القرش يعلق دون رجعة بهذا مستمعينا مستمعاتنا نأتي إلى نهاية موجز الأخبار الساخنة تدوزون بخير وإلى اللقاء